قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس الخمر كالخمر، وليس العنب كالعنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب، يعني لمقدار، لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. الجنة يا أيها الأحباب الكرام دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وسقفها عرش الرحمن، وملاطها المسك والإزفير. وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وبناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وثمارها أمثال القلال ألين من الزبد. القلال وهي ذاك الجنبر الكبار، ألين من الزبد وأحلى من العسل، وورقها أحسن ما يكون من رقائق الحلل، وأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني صنفين، يعني نوعين، في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، دعي من أبواب الجنة كلها، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام.